خالص فيما يخص، ما بكلمش في اي حاجه تخص عيلتي. دايما الفنان محمد رياض مركز قوي على شخصيات القيمه الكبيره طبعا، دي اولا. ثانيا يكونوا عايشين، شايفه ده ازاي وازاي الناس اللي هي بتقرب اثناء ماتت؟ فكره ان الفنان محمد رياض حاطط استراتيجيه انه يكرم الاحياء، على فكره دي فكره تحترم، لانه انا اما اتكرم في حياتي انا هحس بالتكريم وهفرح بيه وهفرح بالتقدير، خصوصا لو اللي بيتكرم ده كمان تورط عنه الاضواء، فانت بتديله دعم نفسي كبير جدا وبتقول له شكرا، غير لما بتكرم شخص توفاه الله. اللي بيفرح بالحكايه دي اهله ومن حقهم يفرحوا، بس ده ما يديناش ان احنا نهاجم المهرجان، ده اختياره واحنا بندعمه في الاختيار ده، لو في نلحق اللي موجودين على قيد الحياه خصوصا كبار السن منهم يلحقوا يتبسطوا وهم على قيد الحياه. الشعب المصري يعني بيغير على فنه، لما بيتقدم في مسارح عربيه او خليجيه يقول لا احنا عايزين حاجه تقدم عندنا في مصر، بتشوف ده ازاي؟ عزيزي طول عمر الفن في كل الدنيا ملوش وطن، انت النهارده لو اتفرجت على فيلم امريكاني اقرا الاسماء هتلاقي اللي من بلجيكا واللي من فرنسا واللي من اسبانيا واللي من اليونان، فاهم القصه؟ وبقى في مصريين كمان بيشتغلوا فيه دلوقتي، وطول عمر مصر بتحضن العرب كلهم، من اسمهان لفريد الاطرش لصباح هنقول ايه ولا ايه؟ فاحنا لما نعمل مسرح في الاخر اسمه ايه؟ فنان مصري بيقدم فن. انتاج مين مش انتاج مين؟ ما احنا طول عمر مصر كان عندنا مركز دبي بينتج، كان عندنا شركات الداله بتنتج دراما، كان عندنا قطاع الانتاج المصري، كان عندنا صوت القاهره وشركات انتاج متعدده طول العمر، هو بس السوشيال ميديا بتكبر المواضيع، وفي لجان بتشتغل تحبط ما يحدث من فنون، في الاخر اللي واقف على خشبه المسرح مين؟ الفنان المصري. اللي بيخرج مين؟ الفنان المصري. اللي بيعزف مين؟ الفنان المصري. يشتغل هنا وهنا وهنا ولا يقعد في البيت يموت بحسرته؟ يعني عايزين نتكلم على هجوم السوشيال ميديا واللجان، شفنا فيديو طبعا خالص فيما يخص، ما بكلمش في اي حاجه تخص عيلتي. طب ثانيه، ما بكلمش في اي حاجه تخص عيلتي. طب عايزين المسرح، احنا محتاجين مسرح ومحتاجين الفنون على كل اصعده، الفنون مركز مهم للدخل القومي على فكره، والتاريخ بيقول ده، غير انه بيربي الوجدان، والفنون عموما والمسرح كان او سينما بتقدري توجهي العقل الجامعي من خلال الفن، فالفن دوره مهم جدا.